أعزائي مشاهدين قناة الكارما في كل مكان، انتظرونا في برنامج جديد بعنوان في الارتفاع فقط من الأراضي المقدسة. بنتأمل مع بعض في العهد القديم، كتير بنلاقي إن في قصص ممكن تبدو إنها تاريخية فقط، لكن هنكون بنشوف إزاي إن كل قصة ليها تطبيق عملي في حياتنا الواقعية النهاردة في القرن 21. تأملات روحية وترانيم من كنيسة أنهار الحياة، تابعونا على قناة الكارما.